حقيقة يمكن هذا أحد الأسباب الآن، عدم البركة في البيوت والمشاكل اللي تقع في البيوت وغير ذلك، أتصور كثير منها بسبب أكل الحرام. أكل الحرام، هاي التنسيقات الشيطانية في الدوامات اللي نسقون بينهم بين بعض ما يداومون، واللي ياخذ بدل يسمونها مالت معاشات اللي ياخذونها قاعدين في البيت، دعم عمالة، ياخذ دعم عمالة وقاعد بالبيت ما يداوم ولا شيء، او مسؤولة في الدوام قال له اقعد في البيت ولا تجي. هذه كلها سبب من اسباب عدم البركة في البيوت وعدم استجابة الدعاء، وجود المشاكل والطلاق وعدم الانسجام والوئام في البيوت، أكل الحرام. الناس صارت تتساهل في أكل الحرام والعياذ بالله، ما يحل المعاشة، وبعدين يقول والله مشاكل البيت، مشاكل البيت اللي قاعد توكلهم حرام، أو الزوجة تأكل حرام، أو الأبناء يأكلون حرام والعياذ بالله. هذا كله من الظلم الذي يقع في إنسان من إنسان على نفسه والعياذ بالله.